اهلا شكرا بيك يا حضرتك رجاء لسنة 2018. اهلا بيك. حضرتك تعرفت بنفسك؟ اهلا بيك. انا الدكتور صلاح منصور استشاري امراض قلب من المنصوره. يعني بيشرفني حضور مؤتمر القلب السنه دي وكل السنوات السابقه بتشرف بحضور مؤتمر قلب اسكندريه. شكرا. دكتور صلاح، ممكن حضرتك تكلمنا ايه النصايح اللي حضرتك ممكن تديها لمرضى القلب؟ والله الـ احنا محتاجين ان يبقى في توعيه صحيه. الجانب ده يعني فيه تقصير شويه من جهه الاطباء لانشغالهم بالعيادات وانشغالهم بسرعه الوقت، وفي تقصير برضه من الاعلام ان ما بيركزش على دي. فهو الحق يعني من اهم الحاجات اللي احب اقولها للعامه ان اي عيان او اي مريض يجي له الم في صدره، اخطر حاجه بنخاف الالم الصدر. الم الصدر ده بيبقى له اسباب كتيره خالص، فيها اسباب بسيطه وفيها اسباب خطيره. من اخطر الاسباب لالم الصدر هو انه يكون في جلطه في القلب او يكون في ذبحه صدريه. فانا نصيحتي لكل الناس سواء اللي حي حد يتعرض لالم في صدره او حد من اقربائه او حد من المصاحبين ليه اتعرض لالم مفاجئ في الصدر، اللي لازم يتجه لاقرب مكان ويعمل رسم قلب ويعرض رسم القلب على طبيب القلب، بحيث ان لو في احنا بيبقى عندنا جلطات القلب دي من الحاجات الخطيره والمميته، وفي نفس الوقت لو اتلحقت بسرعه بحيث ان العيان يبدا ياخد علاجه بسرعه، سواء كانت الادويه المذيبه للجلطه او دلوقتي بقت الحاجه الاحدث ان يتعمل له قسطره بحيث تتفتح الشريان اللي اتقفل بالجلطه دي في اسرع وقت ممكن. فده حاجه مهمه ان العيان اللي لما يتلحق بسرعه احنا كده بنحمي عضله القلب من انه يجيله هبوط في القلب او انه يبقى بعد كده يبقى مريض قلب. لان لو الجلطه اتلحقت بسرعه واتعمل لها علاج سواء بالقسطره السريعه او سواء بالتدخل السريع باي وسيله من وسائل فتح الشريان، ده بيحمي المريض من انه يبقى بعد كده مريض مقعد او معاق او كده. فهي نصيحتي لكل المرضى وكل المواطنين كل الناس ان اي عيان يجيله الم في صدره اسرع حاجه ممكنه يا اقرب مكان يعمل رسم قلب ويتعرض على دكتور قلب. لو طلع حاجه خطيره هنبقى كسبنا وقتنا وعالجنا المريض بسرعه، لو طلع حاجه مش خطيره يبقى احنا اطمنا عليه. النصيحه الثانيه ان كل مريض يهتم بالعلاج ويهتم بتعليمات الطبيب المعالج ليه، سواء كان مريض السكر او مريض ارتفاع ضغط الدم او مريض زياده الكوليسترول في الدم او مريض الفشل الكلوي او مريض الكبد. كل مريض يحافظ على تعليمات الطبيب وينفذ تعليماته، سواء في اخذ العلاج سواء في النظام الغذائي سواء في النظام الحياتي اللي يقضيه بطريقه صحيه عشان يقدر يحافظ على حياته من مضاعفات امراض القلب. شكرا يا فندم. شكرا.